الموضوع ما عندك من صغرك ان انت تعمل ده ولا بدأ وانت في الكلية؟ سبع سنين. كنت بعمل الاهرامات زي ما انا قلت لك اللي هي كده دي تقريبا كلنا كنا واحنا صغيرين كنا بنعملها يعني، فهي دي اللي انا بدات بيها. بعد كده بقى بدات تنوع في الاشكال بتاعتها. ايه الاسهل، البلاستيك ولا الورق في الاشكال الهندسيه؟ انا جربت الاثنين، الورق اسهل شويه علشان بتبقى بس البلاستيك بيزحلق اكتر يعني، البلاستيك موسك خالص.